عاملين ايه يا شباب؟ يلا نبدأ النهارده. هناخد ايه؟ هناخد الباست كونتينوس اللي هو الماضي المستمر. ايه الماضي المستمر؟ الباست كونتينوس سهل قوي، المرتبط بزمن الماضي البسيط اللي احنا خدناه قبل كده. ايه بقى الماضي المستمر؟ لازم اعرف تكوينه. قال لي الفاعل، طب مين الفاعل؟ قال لي هنا اي او هي او شي او ات واي اسم مفرد. مالهم دول؟ قال لي بيجي معاهم واز. خلي بالكم معايا قوي. طيب اليو او وي ذي ومعاهم اسم الايه؟ اي اسم جمع، بياخدوا ايه؟ وير. ايه ده؟ ده الكلام ده يا مستر اتفرجنا عليه او شفناه في الماضي البسيط لما كنت بجيب واز وير. قلت لك اه، بس هفكركم بحاجه. قلنا واز وير بيجي معايا مكان يا اسم يا صفه في الماضي البسيط، لكن الماضي المستمر لازم واز وير في كل جمله. وهنا بجيب هنا بقى ايه؟ الفيرب اي ان جي، ده تكوينه الاساسي لكل جمله. يعني ازاي؟ اه يقول لي اي واز playing, he was eating, تمام؟ they were drinking. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ عملت was were والفعل ing. هنا بتكلم على فعل مستمر بس كان في الماضي، تمام كده؟ افكركم بحاجه بسيطه قوي برضو في تكوين الفعل، هي في الكتاب مش موجوده بس لازم انا اقولها علشان نسيناها. ايه هي؟ حاجه بسيطه قوي. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بيقول لي مثلا عندي كلمه رايت، فيرب رايت، فيرب تو رايت اللي هو يكتب، عندي الاي، عايز احط الاي ان جي، فانا بشيل الايه؟ الاي واحط الاي ان جي. في ناس ناسين وفي ناس فاكرين، تمام. وعندي ايه تاني؟ عندي مثلا رن، الاخير ساكن واللي قبله متحرك، انا بزود الاخير بضعفه واحط الاي ان ايه؟ الاي ان جي، تمام. ولو الفعل اخره اي اي زي داي هعملها ايه؟ قال لي حولهم الى واي، حول الاي اي الى ايه؟ واي، وحط الاي ان جي. حاجه بسيطه كده من ضمن الافعال اللي بنحطها ان جي اللي احنا واخدينها زمان ونسيناها. احنا ان شاء الله مش هنسيب حاجه حتى التنتوفه، تمام؟ يبقى واز اوير والفيرب اي ان جي، وعرفنا اشكال الفيرب اي ان جي. نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. طيب ده الجمله المثبته. طيب لو انا عاوز انفي بعمل ايه؟ كل الحكايه ايه؟ بنحط هنا نوت او ان ابوستروف تي بس. واز نوت، وير نوت، وزنت او ورنت. ازاي؟ اه اي وزنت eating، تمام. they weren't reading. ها عملت حاجه هي was where وحط نقطه وان ابوستروف تي، ما فيهاش اي حاجه. طيب ايه بعد كده؟ قبل ما اخد ايه بعد كده، نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انت بتقول لي هنا ماضي مستمر was where والفعل ing. طيب ينفع اجيب الماضي المستمر في جمله ما فيهاش فعل؟ قال لي لا ما ينفعش. احنا بنقول ماضي مستمر يعني فعل كان مستمر في الماضي، فعل كان مستمر. طيب لو ما فيش فعل في مكان مثلا، لا هنا اجيب عادي ماضي بسيط، تمام. هنمسح الكلام وهناخد السؤال بمعنى هل. السؤال بمعنى هل was where was مع طبعا المفرد، وير مع مين؟ الجمع. طب واحد يقول لي ديد، اقول لك لا ما بنستخدمش ديد خالص، على طول واز وير في الجمله المثبته في النفي في السؤال. دي اي زمن مستمر يا جماعه سهل قوي. ليه؟ عشان الافعال المساعده انا بستخدمها في الجمله، بستخدمها في النفي، بستخدمها في السؤال. اه والفيرب اي ان جي ما فيهاش اي حاجه. حلو. اه واز هي ايتينج، تمام. where you eating، وطبعا هنا بقول ايه؟ yes he was. هنا yes اليو حولها اي لو معناها انت،
وايه لو معناها انتما هتبقى وي يس اي واز. طبعا لو نو هنحط wasn't في الاخر ما فيهاش اي مشكله. طيب فاضل ايه؟ قال لي السؤال بالدبليو اتش. طيب اه الدبليو اتش برضو was aware، ها وهنا الفاعل المفرد وهنا الفاعل الجمع وبرضو الفيرب اي ان جي. ازاي يا رجاله؟ اه صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. يقول لي what was he doing، what was he doing. عندي حاجه تانيه يقول لي when were you drinking the tea، متى انت كنت تشرب الايه الشاي. wh was where وفاعل والفعل ing تمام ما فيهوش اي ايه اي مشكله، تكوينه سهل لازم نعرفه. طيب ماله الماضي المستمر ده؟ نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. قال الماضي المستمر ده يعبر عن حدثين، يعبر عن ايه؟ حدثين. ايه ده؟ ايه الحدثين دول؟ حدثين في الماضي، واحد كان مستمر تك 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 شغال شغال زي الفل، وجه تاني ايه؟ واحد قطع. ازاي؟ ادينا احنا شغالين كده وراح الايه؟ ايه ده؟ الدنيا ظلمت صح؟ يبقى ده كنا بنشرح وحدث تاني جه ايه؟ قطعه. يبقى حدث مستمر جه حدث تاني ايه؟ قطعه. طيب ازاي؟ هنمسح ونشوف الكلام ده ازاي يا رجاله. يقول لي ايه؟ I was reading a book. ها ايه اللي حصل؟ the light went out. يا نهار ابيض. وانا كنت بايه؟ بقرا الكتاب، النور اتطفى وانت اوت اتطفى خلص. يبقى هنا ماضي مستمر جه حدث تاني ايه؟ قطعه. يبقى بالتالي في ايه؟ قال لي في كلمات اسمها وايل تمام؟ واز او جاست از وين. مالهم الكلمات دي؟ قال لي بيجي بعدهم ماضي مستمر، الحدث اللي ايه؟ اللي كان مستمر، وبيجي بعده الماضي البسيط اللي هو ايه؟ انقطع. اللي هو ايه؟ اتقطع. تاخد مثال؟ ناخد مثال. اه. While I was watching TV، ايه اللي حصل؟ The light برضه النور، يا لهوي النور كل شويه يعملها معانا. اه went out، النور اتطفى، وانا بتفرج على التلفزيون النور ايه؟ اتطفى. يبقى هنا باخد while او as او just as when، ماضي مستمر اللي هو was او where والفعل ing، والجمله الثانيه فاعل التصريف الكام؟ التانج اللي هو الماضي البسيط تمام؟ طب افرض الكلمات دي while و as و just as او when جم في المنتصف، يبقى بياخد الجمله بتاعتها، بياخد الجمله ايه؟ بتاعتها. ازاي؟ يعني كده يقول لي the light، مالها the light؟ went out. اه الماضي البسيط ايه؟ البسيط. وايل جبت وايل فين؟ في المنتصف. ايه الجمله بتاعتها اللي هي المستمر اللي هي I was watching TV. يبقى هنا جبت هنا وايل في المنتصف واخواتها as و just as when، بعدها الماضي المستمر، وبعد كده هنا الماضي البسيط. طيب دلوقتي انت بتقول لي وايل واز وجاست از وين بيجي بعدهم ماضي مستمر وبعد كده ماضي بسيط. طب ان هو يعبر عن حدث في الماضي مستمر جه حدث تاني قطعه. طب افرض يا مستر في حدث كان امبارح انا كنت بعمل شيء مستمر بتفرج على التلفزيون واخويا كان بيلعب ولا حاجه قطعته ولا حاجة قطعتني، يبقى الاتنين هنا كانوا مستمرين. قال لي أيوة قلت لك أيوة، يبقى هنستنتج بقى إن هو برضه يعبر عن حدثين في الماضي
الاثنين ايه مستمرين لو ما فيش حاجه قطعته ازاي. قال لي while I was watching TV my brother was playing. لاحظتوا حاجة؟ ان I انا بفعل شيء مستمر. مين الفاعل التاني؟ مش انا، ده هو اخويا، شخص بيفعل شيء كان برضو مستقيم. مفيش حاجة قطعته، مفيش حاجة ايه قطعته، تمام؟ يبقى هنا ينفع ماضي مستمر، ماضي بسيط ايه بسيط بعد الكلمات اللي احنا قلنا عليها، ماضي بسيط ماضي مستمر وماضي بسيط ايه بسيط، لو كان حدث قطعه، لو ما قطعوش يبقى ينفع الاثنين مستمرين. طيب واحد يقول لي يا مستر طب استنى ده انا قعدت امبارح بالليل اهو امبارح تعمل ايه؟ كان بقى ايه قاعد اتفرج على لايف على الفيس وقعد معايا ساعتين ولا النور قطع ولا حد دخل عليا ولا مفيش حاجه. قال لي يبقى هنا نعرف ايه ان ينفع يجي الماضي المستمر في جمله واحده لو كانت قعدت فتره زمنيه محدده، يعني مع كلمات all day او all night طوال الليل طوال اليوم، تمام؟ وايه تاني؟ لو هنا جايب لي ات وفي تايم ساعه، وطبعا كلمه ايه yesterday او اي كلمه بتعود على الماضي yesterday او last last night، تمام؟ اي كلمه على الماضي. ازاي يا عم؟ نقول مثلا I was watching تشاهد الايه فيلم، تتفرج على الفيلم. في حد قطعك؟ لا. امتى؟ at 7 p.m. yesterday في السابعة امس، في السابعة مساء امس امبارح. يبقى نقول ايه I was watching a film الفترة معينة. وقال لي ايه تاني؟ قال لي لو في from time to time من وقت لوقت يستر ايه؟ يستر دي. ازاي تايم يعني تنفع ايه؟ ساعة، وهنا برضو ايه؟ ساعة. ازاي يا باشا؟ لو حددت لي ايه والفيلم بيقعد قد ايه؟ ساعتين؟ ساعتين، قول من 10 ل 12؟ يبقى نقول له ايه؟ خلينا بلاش فيلم بقى، لسه كاتبين مثال على فيلم، نقول مثلا ألعب اتفرجت على الماتش، ماشي. I was watching a match. الماتش ايه ده من امتى؟ from 9 to إذا حد الساعة كام؟ 11 yesterday. يلا يا سيدي، يبقى هنا حددت لي ايه؟ الوقت، الساعة كام؟ من 9 ل 11 امبارح. يبقى هنا لما تحدد لي وقت تنفع الماضي المستمر يجي في جملة ايه؟ واحدة. يبقى نستنتج من كده ايه؟ ان الماضي المستمر يا شباب بيجي في 3 حاجات. ايه هي؟ ماضي مستمر وبعد كده ماضي بسيط، او مستمر ومستمر. تالت حاجة لو هي زمن جملة مستمر في جملة واحدة من غير زمن تاني. امتى؟ لو في all day او all time او at وساعة وtime او from time to ايه؟ to time. في time وقت، وفي all day whole day طوال اليوم، تمام؟ او كل الايه؟ اليوم او طوال الليل. يبقى هنا بستخدم الماضي المستمر. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. انت لسه قايل الكلمات اللي بيجي بعدها ماضي مستمر وبعدين ماضي بسيط، تمام؟ او مستمر ومستمر. طيب قال لي في كلمة when ديت قلنا بيجي بعدها ماضي مستمر. قال لي ينفع يجي بعدها ماضي بسيط وبعد كده ماضي مستمر، تمام؟ يعني وين تنفع الايه؟ الاثنين، يا اما مستمر وبسيط او بسيط وايه ومستمر، تنفع الزمانين. وتاني ماضي
مستمر او ماضي بس ايه بسيط. نقول مثلا when I was eating my dad came. والدي اتى. يبقى انا جبت هنا ايه when I was eating ماضي مستمر. طب تنفع ايه بقى؟ قال لي تنفع when my dad came. اوكي I was eating تنفع شغاله مع الايه الاثنين. طب وين تنفع؟ لا وين بس اللي شغاله مع الاثنين. حلو حلو. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال لي بقى كلمه وين تمام زي ما احنا لسه واخدين. قال لي بتساويها كلمه اسمها او حرف جر اسمه اون في الاول. بس اون بيجي بعدها الفعل اي ان جي على طول. الفعل اي ان ايه جي. مش هنا وين. قال لي ازاي بقى؟ اون بدلها. وفين الفعل؟ كم. يبقى كومينج. يبقى نشيل الاي ونحط الاي ان جي. نفتكر القاعده دي. يبقى اون كومينج اي واز ايتينج. ايه رايكم؟ زي الفل. يبقى هنا وين بيساويها مين؟ اون وبيجي بعدها الفعل اي ان ايه اي ان جي. في ايه تاني؟ طيب لو مفيش فاعل بعد وايل واز وجاست از بعمل ايه؟ هنشوف دلوقتي. عندي يا رجاله وايل تاني واز. ايه ده ايه الكلام تاني؟ جاست از وين نفس الايه الكلمات. اذا لم ياتي فاعل نعمل ايه؟ ناتي او نضع الفعل اي ان ايه اي ان جي. مفيش فاعل اهو مفيش اي ولا هي ولا زي ولا اي حاجه. بجيب الفيرب اي ان ايه اي ان جي واشتغل الجمله بتاعتي والجمله الزمن الاخر. تمام. ازاي بقى يا رجاله؟ وايل watching TV my dad came. اثناء مشاهده التلفاز ابي اتى. طبعا وايل قلنا ماضي مستمر. شلنا الفاعل يبقى نشيل واز وايه وير نحط الفعل اي ان جي على طول. بعد كده الجمله ايه الثانيه. اوكي ونفس الكلام في مين؟ في وين. طيب قال لي ايه تاني؟ اخر حاجه بقى عشان زهقتوا مني. ايه؟ قال لي كلمه وين في كلمه بتساويها سوري وايل في كلمه تانية بتساويها. ايه هي؟ احنا قلنا وايل بيجي بعدها الفيرب اي ان جي لسه قايلين فوق. اوكي تمام. قال لي بقى كلمه بتساويها اسمها during اللي هي اثناء. اثناء ايه؟ اثناء. ديت بيجي بعدها ايه يا رجاله؟ بيجي بعدها اسم. بيجي بعدها ايه؟ اسم. ازاي؟ ناخد مثالين كده نقول مثلا ايه؟ وايل بصوا بقى المثال ده وايل واتشنج ايه فيلم. والجمله طبعا الثانيه بتاعتنا هنكملها. اللعب كله عندنا فين؟ في الكلمه دي. لو انا عايز اجيب ديورينج بقى بدل مين؟ وايل. اعملها ايه؟ احط ديورينج. مكانها. بس ديورينج قلنا بيجي بعدها اسم. فين الاسم هنا؟ واتشنج ولا فيلم؟ قال لي فيلم يبقى نقول له فيلم. يبقى اثناء الفيلم حصل ايه؟ حصل كذا كذا. يبقى ديورينج بتخليني اشيل الفعل واحط الاسم الايه؟ اللي هو المفعول المتعلق بالفعل. المفعول يعني مثلا انا اكل ايتينج بتاكل ايه؟ بريكفاست. يبقى اثناء الفطار. لانش اثناء الغداء during. طيب لو انا عايز ارجعها تاني لكلمه وايل كل الحكايه اجيب فعل مناسب للمفعول. يعني لما بيجيب لي مثلا زي اسم وجبه ايه الفعل اللي بيمشي معاها؟ مين؟ اللي هو eating او having اللي هو يتناول. تمام كده؟ طيب كده خلصنا احنا الماضي المستمر. في حته بقى
صغيرة قوي كده نقولها. ايه هي؟ اخر حاجة، افعال الحواس والملكية لا تأتي في الاستمرار. يعني افعال الحواس او الملكية او الشعور، افعال الشعور والحواس لا تأتي في الاستمرار. يعني لما يجيلي مثلا ايه ايه I want، انا اريد، انا اردت، ماشي؟ اقول ايه I was wanting، لا ما تنفعش. طيب لو انا عاوز بقى فعل من افعال الحواس او الملكية اجيبه في الماضي، قال لي لا يا باشا ما تجيبش، ما تجيبش في اي ان جي، امال تجيبه ايه؟ تجيبه في اخوه، الزمن اخوه، اخوه مين؟ هو الماضي البسيط. يعني لو عايز اقول وايل، ايه ده وايل لازم ايه ماضي مستمر؟ لا، مع افعال الحواس يجيبه ماضي بسيط. طب مش واضحه قوي دي، عايز مثال اوضح، هنشوف دلوقتي. مثال ازاي بس يا رجال؟ وايل مفروض ماضي مستمر. طيب اي نقط، ماشي؟ I want I to eat fish. My mom، تنفع mom بال all you، watch it TV. ايه ده؟ امي كانت ايه بتتفرج على التلفزيون وانا كنت بايه؟ وكنت عايز اكل سمك. يا ماما انت بتتفرج على التلفزيون يا ست، امي رحت قاطعها من ايه؟ من المشاهده، تمام؟ ولا انا عايز اكل ايه؟ عايز اكل، يبقى نقول ايه؟ هنقول ايه؟ want، سوري، want ولا wanting ولا was wanting. اقول لك استنى شوي، صل على رسول الله. اولا كلمه want تدل من افعال الايه؟ ها؟ التي الملكيه اللي ما ينفعش نجيبها، او الاراده اللي ما ينفعش نجيبها في الاستمرار. فقال لي بنعمل ايه؟ انت بتجيبها في الماضي البسيط اللي هي wanted، ولا اي ان جي ولا was ايه اي ان جي عشان افعالها. طب ما عندك وايل، قال لك لا ملهاش علاقه. ملهاش ايه؟ علاقه. انا بنتكلم على فعل لحتى لو في كلمة، تمام؟ تمام؟ فيها مشكلة؟ خلاص؟ في حتة كمان عايز أقول لكم عليها. طب افرض في وايل بس مفيش فعل، في وايل وآز وجاست آز بس مفيش فعل، إزاي؟ يعني في مكان، أثناء ما أنا كنت في المنزل، إيه؟ النور قطع. ده فعل كان مستمر، تمام؟ والنور إيه؟ قطع. لما أنا كنت فين؟ في البيت. هنقول إيه؟ وايل while I not at home the light went out. حلو، ده حدث اتقطع وده المفروض ايه؟ المستمر. طب الفعل هنا فين؟ المفروض ايه؟ كان. اقول له ايه؟ was ولا being ولا where؟ واحد يقول لي ايه؟ طب ما احنا نجيب ايه؟ was being، تمام كده؟ ممكن يجيبها لي في الاختيارات. قال لك لا، نصلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. هنا ما دام في مكان ما ينفعش اجيب was والفعل اي ان ايه؟ جي. غلط. امال هنا ايه؟ اجيبها في الماضي البسيط. ايه ده انت وايل؟ قال لك لا، ما انا فيش فعل اصلا، الفعل عندي was كان، يبقى الفعل الاساسي عندي كان، ما ينفعش اقول ايه؟ was being. كان ايه؟ ما ينفعش. يبقى عندي مكان يا اسم يا صفه، يبقى اجيب was where عادي في الماضي البسيط. واحد يقول لي ازاي؟ اقول لك استنى، مش الماضي المستمر، ماضي بس كان في فعل مستمر، في فعل هنا مفيش. طب الماضي البسيط ماضي برضه، ما دي ماضي ودي ماضي، بس ده بيتعبر عن ايه؟ حدث مستمر، فعل انا بعمل حاجه، تمام؟ وجه تاني ايه؟ قطع، او الاثنين مستمرين. هنا مش متوفر هذا، مش متوفر الفعل اللي هو مستمر. انت بتعمل ايه؟ ده انت كنت فين بقى الاستمرار؟ وانت بتعمل حاجه هناك، بتتفرج على التلفزيون،
بتاكل ها بتعمل ايه؟ بتقرا بتكتب ما بتعملش حاجه خالص. يبقى نجيب هنا ايه؟ واز وير والفعل اي ان جي عادي حتى لو مع مين؟ وايل واز وجاست از. وكده خلصنا الماضي المستمر. يبقى الماضي المستمر متعلق بزمن تاني معاه اللي هو الماضي البسيط، واحنا شرحناه في فيديو لوحده قبل كده. لازم انا اتفرج على ده او اعرف ده الزمن الماضي المستمر الماضي البسيط علشان اشتغل على الماضي المستمر. وكده خلصنا، وارجو ان ينال اعجابكم، واي تعليق انا مستعد ان ارد عليه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.